Bonjour tout le monde, Hanif Ibn Othman, docteur fi al-musiqa wa al-ulum al-musiqiya, compositeur ou responsable de l'Académie de l'Orchestre Symphonique Tunisien. L'Académie est un orchestre de jeunes, il يتبع إداريا وفنيا أوركسترا سيمفونيك تونسي وهو يوفر للعازفين الشبان تكوين أكاديمي في العمل الجماعي تحت إشراف موسيقيين وعازفين تونسيين وأجانب وهو يعدهم للاحتراف في فن الأوركسترا. يتمثل نشاط الأكاديمية في تمارين أسبوعية للأوركسترا في موسم فني ينطلق في غرة أكتوبر 2018 وفي دورات تكوينية في تونس وفي الخارج. تفتح حاليا الأكاديمية باب الترشح لحصص الاستماع للآلات الوترية يعني للفيولون للالتو للفيولونسيل والكونترباس ولآلات النفخ وذلك يوم 22 و23 سبتمبر 2018 وسنقوم قريبا بالإعلان عن les auditions du cœur de l'académie. Bonne chance à tout le monde ou à bientôt pour commencer cette grande aventure musicale.